يكفي البيت. في اللي يكفي البيت، بس احساسك بانك عايز تبقى فجأة راجل. فجأة راجل وفجأة كبرت، يعني عندك احساس ده مش عايز تقول لحد خالص، وخصوصا ان انا كمان حصل لي اضمحلال شديد جدا في الدراسة، يعني شبه ما بقتش عارف، مش عارف حصل لي ايه في دماغي، بقيت كاره ومش عايز اروح، وفكرة القراية بقت صعبة قوي معايا، سواء القراية او الكتابة، معرفش حصل كده ان انا مبقتش طايق، فقلت انا هشتغل، فلازم ادخل حاجه للبيت، لازم معرفش ايه، فبقيتش اروح المدرسه، وبقيت بشتغل في البلاط، بشتغل في الاشاني، في السيراميك، ومش عارف في حاجه، يعني دي كانت الشغله السائده في الوراق يعني. ف بقيت اشتغل وما كانش حد واخد باله خالص ان انا بغيب عن المدرسه، لغايه ما الموضوع خد شهور يعني، وكنت بحوش اللي انا بكسبه، كنت دايما بشتغل مع صناعيه بره الحته خالص عشان ما يروحوش يقولوا ان محمود معانا يعني بتاع. فلغايه ما تم الاكتشاف الامر ده يعني، لكن كان يوم صعب برضو، ان والدتي انت بتعمل ليه كده، احنا مش ناقصنا حاجه، احنا مش عايزين حاجه، وابوك بيحب التعليم وموصيني عليك، ولازم تتعلم ولازم تذاكر ولازم تنجح. ودي برضو كانت فتره يعني وصلتني ان انا معلش انا بعد واحد بحكي انكسارات كتير، بس يعني احنا لا بالعكس، دي تجارب مهمه جدا للناس كلها. النظره كان اسمها اجلال، استاذه فاضله يعني، قالت ان يعني لازم يجي اولياء الامور، فطبعا جت والدتي. احنا كنت كان في كام نموذج معايا كده يعني، ما فيش قرايه ولا ما فيش اي، ما فيش كتاب، ما فيش حاجه، وصلنا لسنه سته اعتقد. ف جابت الجورنال، طب اقرا اقرا اقرا، مفيش حد عارف يقرا اي حاجه، فجابت طفل صغير في ثانيه ابتدائي كده يعني، حاجه كده صغيره، مسك الجورنال في الله، فخلانا طبعا شكلنا صعب يعني. الاسر طبعا لما شافت المنظر ده قالت لا خلاص بقى يعني، ده حاجه عملي قدامنا، دول مش نافعين، فكل واحد فيهم خد الظرف الاصفر ده اللي هو وخد بعضه ومشي، انا بشد والدتي عشان تاخد الظرف الاصفر واخلص. فلقيت واحد قلم كده حلو كده فاهم. ده اول مره تضربك؟ اول مره. ففقت لان هي قالت لي جمله يعني، شفت انت وصلتني لفين يعني، ان هي لانها اتحايلت على النظره يعني، تحايل في استعطاف، بكاء، عياط، في كل حاجه يعني، ان ده مش هيسيب المدرسه، وانك لازم تدي له فرصه كمان، والفرصه دي عندي انا اللي انا حاسبين انا عليها، ما تحاسبوش هو مش فاهم حاجه، هو مش عارف مصلحته فين. وبصيت لنا يعني، خلصت الكلام مع نظره، بصيت لنا انت شفت انت حطيتني فين؟ شفت الوضع اللي انت بصيت، وهي كانت صعيديه ناشفه يعني، عندها جبروت شموخ، فازاي يعني انت توصلني للموقف ده؟ من الموقف ده في مواقف كده في حياتي يعني، الموقف ده موقف دخولي المعهد، في مواقف في حياتي، الموقف ده غيرني تماما تماما، انا مش هحطك في الموقف ده تاني، انا مش عارف ايه. واخويا الكبير طبعا مسكني قال لي بتشتغل ايه، طب ما انا في ايه، ما الدنيا كويسه وبتاع. اخويا الكبير برضو محمد كان برضو بمثابه ابويا، ولغايه دلوقتي هو ابويا، هو اخ الكبير لكن هو ابويا، هو كل حاجه يعني، ربنا يديله الصحه يعني. وهو برضو من الناس اللي سابت الدراسه برضو، لانه لازم يساعد ولازم يقف ولازم، لانه هو بقى مسؤول، هو كان كبير. من الموقف ده اتغيرت حياتي خالص، بقيت اقرا وبقرا شعر جاهلي وبطلع الاذاعه مش عارف اعمل ايه، وبعدين ابتدت هي باجي اتغدى بقى الاقيها حافظه كام كلمه من الشعر اللي قلته في الاذاعه، فاقول لها عرفني منين، تقولي العصفوره قالت لي، لغايه ما اكتشفت ان هي بتيجي كل يوم الصبح يعني تقف عند سور المدرسه وتسمع الشعر وتطمن وتطمن وتتبسط، 3000 طالب بيسقفوا لك، وده اول سكسي اخده في حياتي، الطلبه دول كلهم بيسقفوا لك. كنت بتقرا شعر ايه يا محمود؟ يعني فاكر ايه منه؟ يعني هذه اخر اشعاري، العنوان طويل بس طبعا بقى بصوت جهوري بقى وحاجات كده. قال لي يوميات نبي مهزوم يحمل، مهزوم يحمل قلما، ينتظر نبيا يحمل سيفا، هذه يومياته الاولى، ياتي من بعد من يغمس مادات الاحرف في النار، ياتي من بعد من ينعي لنفسي، ياتي من بعد من يضع الفاس براسي، كهان الكلمات والكتب. يعني كلام انا مال انا يعني ايه ده؟ حصلت ثوره داخليه على كل حاجه، على كل حاجة، نور إلهي سبحان الله، نور إلهي كده نورني إني
فجاه ابقى من اوائل الطلبه، ابقى مسؤول عن اللغه العربيه، ابقى مسؤول عن الصرف، ابقى مسؤول عن البلاغه، ابقى انا وواحد زميلي تاني بقى مسؤول عن الرياضيات والحسابات والمثلثات والحاجات دي كلها، واحد يعني التاريخ والمواد الاجتماعيه، وانا بقيت مسؤول عن اللغه العربيه. فجاه ما بعرفش اقرا الا مسؤول عن اللغه العربيه. فحصل نور الهي من عند ربنا سبحانه وتعالى انه يربيني، انه يوجهني، ان احس بالمسؤوليه. من هنا حبيت اللغه، حبيت الشعر، والشعر نقلني لحاجات تانيه. ف قد ايه هي كانت بتكون مبسوطه لما كانت بتقف وتسمع، وعرفت ان ده بشيء بيبسطها. بعد كده مشيت الحياه. بس هي كانت نفسها تطلع ايه؟ كانت شايفاك ايه؟ ظابط طبعا. طب ليه؟ طبعا ليه؟ لان فكره الصوره الشهيره وانت صغير بتتصور ببدله الجيش وبدله الشرطه، يعني دي صوره شهيره جدا، ان يعني كل الناس البسيطه يعني حلمهم انهم يبقى ظابط يعني. وانت كان نفسك تكون ظابط؟ احنا بنلعب بقى ظباط وبنعمل كل حاجه في اللعب يعني. مش لازم ابقى في الواقع يعني. يعني انا كنت في دماغي حتى وانا بلعب مع اصحابي في الوراق وفي كل حته، حاسس في وسط اللعب ان انا في مكان تاني، وان انا هعيش في حياه تانيه، وان انا هشتغل شغلانه تانيه، وان كنت بشوف حاجات خيالات كده. وصدقت نفسي، صدقت الاحلام دي. بس دايما